السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا من جديد نلعب ظلال العمالقة وهالعملاق الرابع بنقتله. طبعا الروتين يتكرر والعمالقة تختلف من عملاق لعملاق. بنحاول اليوم نخلص اللعبة هذه، بس ما شفت تسجيل واحد. جرين فيلد يعني حقل أخضر. يلا يلا بنخلص. ما اعرف ليش حط يده كذي يعني. عملاق عمل ثلاث عمالقة. هل هم 12 عملاق أو 16؟ ما أعرف بالضبط، لكن بعدين لما أخلص اللعبة هناك يعني. هو يقول جرين فيلد. نروح، لازم نثق بالسيف. طبعا اللعبة يابانية، ذا لاست جارديان، يعني تقريبا مش نفس الفكرة. في لعبة بعد نفس فكرة اللعبة من قبل جينا هني ورجعنا لان ما كان هني العملاق. الشيء الثاني بعد هو لازم تاخذهم كل عملاق، يعني لازم يكون كل واحد بدوره. يعني شلون؟ هذا هو هنا. وش هو مختبئ تحت يعني؟ يلا شلون ننزل؟ ظلام شوي لكن مو بلين هناك، يعني الإضاءة عشان الظل. ما اعرف انا ليش لما كنت في مكان معين الخيل ما يركض. ويشر ان داخل تروح، روح داخل. اوه شيت، هلو، وين اروح؟ اين انت يا العملاق؟ اوه شيت، ايش معنى يتغير لون السيف لما يكون العملاق قدامي؟ ما تدري. هذا
هذا صوت المروحة مالت البلاي ستيشن الإضافية. الخيل ايش لقفه يجي؟ وش هذا عقرب يعني؟ الأقدام ما أقدر أتسلق. إيه كنا عظم يعني شلون نتسلق؟ أوه نقطة الضعف. شلون نتسلق؟ إلا استخدم الخيل لأن إذا خلناه راجع وجع. تحرك يا الغبي تحرك يبي يموت. أظن خايف. من جيري خسيس. توريكو وحش لئيم. Thank you.
كريه. انزل انزل نزل راسك. اصقع غبي انت، اقفز يا متخلف. الحيوان ملقوف جاي وراي، من وراه خسيس. نزل نزل واجد. قول هذه من ورا يصير بعد يصير. وليش من ورا من هنا لا؟ ايوه يلا روح. اللي من الراس شوي يمكن صعب. روح له من ورا شيء من ورا. حس اني ورا. ليش انزل؟ ايش فيه مستكلب؟ شد شد راح يكون الأصعب لما في بعد لقى. واو ليش يعني مركزين على الرأس؟ لأن نقطة الضعف تكون له. Land of the Grave Stone، يعني أول مرة ان الستون تموت يعني.
لكن أو فيها روح. واو، يرجع نفس الموال. دكتور ماركس. الحين ترجع الذاكرة. هذا نفس الخيال اللي راجع للمكان اللي فيه البنت النائمة أو الفتاة النائمة. ما طولنا واجد يمكن في القتال الوحش هذا، لكن أنا بخلي كل وحش فيديو أو كل عملاق. الحين استوى بأربعة. هل هم هذلنا الطيبين ولما يموتون تستوي الروح شريرة يعني؟ ليش تكون السولز لونها أسود؟ مش عند الخير؟ هل بتستيقظ يعني؟ ما أعتقد. قول له اهدى. ايش بقول الحين؟ وش؟ ليك بحيرة. مو بسهل يعني يقول. طير هذا كنا. هو الثور هذا واقف ولا يتكلم. شوف هني اليد مش واضحة عدل، وتحس اللحم الداخل مع بعض أو الجلد. عاو 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 عاو. طبعا نشوف الخريطة وين البحيرة. في أكثر من بحيرة. زين شاء العبط. ما أدري وين أروح. يعني واحد اثنين ثلاثة أربعة. اصبر اصبر. تحرك أنت. إيه تحرك. طبعا من هنا ما راح ينزل لأن يعرف يعني ان المكان ضيق. اين انتم؟ نوقف هنا.